فين بالتحديد؟ يا ريت. في البحر. يخرب بيتك. مايوه في البحر؟ آه. طول عمري اعرف ان المايوه بتلبس في المطبخ. ما انا عارف انه في البحر. بتقسموا المايوه ازاي؟ يا فندم هو حضرتك مش مصدقني؟ لا مش مصدق. طب اسال عم محمد. مين عم محمد ده؟ حضرتك تعرف محطة الرمل؟ اللي في اسكندرية؟ اه عم محمد هناك راجل بتاع مايوهات راجل سكر. اروح واساله حضرتك. معرفش اروح انا. انا مش فاهم. انا اجي معاك يا فندم عشان اسالك. لا ما انا معرفش والله. ده هي خطوة محطة الرمل. اهو يا فندم اهو اهو. مش فاهم. ايوه عم محمد. ايه؟ انا عامل رافض. والله يا عم محمد عايزين مايوه نفرين. لا ده احنا اتنين بس مش ستة. ستة؟ ده عنده مايوهات تشيل 12. ده مايوه ولا ميكروباص؟ لا مايوه. حاسبه يا فندم عشان مش عامل حسابي. معلش. اهلا يا محمد. اتفضل. شكرا يا عم محمد. شايف المايوه جميل ازاي يا فندم؟ ده مايوه ولا ارنب؟ ده واضح انك شايل ارنب. لا انا شايله من الكيس. والله؟ يلا يا فندم. يلا يلا نقسم المايوه سوا. انا وانت؟ عشان اثبت لك بس. نقسم المايوه سوا فين؟ هنا غرفة خلع الملابس. يعني اعمل ايه؟ اهو هنا اهو. لا ما تستعبطش. ليه ما فيهاش حاجة؟ مش هينفع. لا عشان اثبت لك. يا عم مش هينفع. والله يا فندم بس يا سيدي ما ثانية واحدة بس. ايه؟ علق المايوه. يلا يا فندم. لا ما بص مش هينفع. بص لا خليها لا مره ثانيه. لا والله هينفع. خلاص خليها مره ثانيه. لا 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 عشان اثبت لك عشان انت مش مصدقني. يلا اقلع. طب اقلع. اقلع. اه نقسم المقاسه. انا يعني بتقول لي كده عادي يعني؟ مفيش حاجه. طب اقف ده يمين. اداني. حاضر. مكسوف انت. انت بتنور؟ انت جايب لي واحد ينور؟ انت عايز تقلع في الضلمه؟ انت بتستعبط يا عادل؟ يا فندم اقلع مفيش حاجه صدقني. طب تعالى كده. حاضر اهو. ده كله بيبص يا عم هنا. لا يا فندم اقلع بقى يا فندم. بيبص من بر رجليك يا عادل. اهو اه اوكي خلاص. ايوه اقف كويس. قفل عليا. اهو اقلع بقى. خلاص قلعت. خلاص قلعت. وجاهز على لبس المايوه. مالت يا معلم. طب اطلع دارين انا بقى. ايه عادل ده؟ ايه يخرب بيتك؟ لا 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 انا هخرب بيتك. انا كمان قلعت. يلا بينا. ولا. يلا بينا. نسينا المايوه متعلق. يخربها لك. مش معقول. كل مره انسى المايوه. انا مش عارف. كل مره تنسى المايوه؟ الحمد لله دايما الاقي ولاد الحلال اللي يفكروني. والله ويقولوا لك ايه بقى؟ يقول لي لو سمحت يا فندم البس المايوه بتاع حضرتك. لا والله. يعني انت تقلع وتمشي بقى عادي. هي هي كده يعني. لا وانت بقى هي كده يعني. ها وتلاقيه يقول لك لو سمحت يا فندم البس المايوه بتاع حضرتك. مش كده؟ يس. حاجة عظيمة الحقيقة. الواحد مش عارف ليه بيسهو عليه. يعني بيسهو يا راجل؟ دي حاجات تافهة. شغلش بالك. بس الحمد لله الحمد لله قلعنا من غير ما حد يشوفنا. الحقيقة ما حد شافنا خالص. يلا يا فندم بقى نلبس المايوه سوا. يلا امسك تلبس المايوه سوا. أيوة. ماشي اهو. سيب ايدك تحت شوية عشان رجليا طويلة. معلش. الله يكون في عونك يا ابني. ايوه ايوه شفت حضرتك اهو. ده مايوه نفرين. ثانية واحدة. ايوه اربطه كده. ايه عادل ربطت الدباره جامد يا عادل. بتعمل تسلخات. بتعمل تسلخات. كان لازم اجيب لك المرهم بتاع المايوه. هو عم محمد بيديكوا مع كل مايوه مرهم؟ والله. يلا يا فندم احنا فين دلوقتي؟ احنا على البلاج. كويس. وايه اللي قدامك ده؟ ده البحر. ايوه والسمك قاعد اهو منور. اهو ملعلط ملعلط. يلا ننزل نبلبط بقى شويه. لا استنى. ايه قبل ما ننزل بقى. ايه عايز اسالك سؤال. ايه السؤال؟ بتعرف تعوم؟ ايه ده؟ نعم؟ انت كنت بطة وانت صغير؟ يعني ايه؟ يا فندم بس ده سؤال. هل انا بعرف اعوم ايه؟ بتعرف تعوم؟ طب اقول لحضرتك. شايف حضرتك الراجل اللي بعد البراميل ده؟ في واحد هناك بيعوم. ده انا. يخرب عليك يا عادل. انت بتعوم حلو قوي. يلا شفت؟ عادل. نعم. انت عندك طول؟ لا انا غرقان. طب ما تقلقش هننزل نجيبك انا وانت. يلا 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 في عينك. انت قطعت المايوه. مايوه اللي قطعته؟ قول لي نروح عند محمد ونقسم المايوه سوا. انت تستهبل؟ ما انا فندم عايز اثبت لك. عايز اثبت لك ايه؟ صدقني من واحنا عيال صغيرين وكل حاجه نص بالنص. كل حاجه نص بالنص؟ كل حاجه. كل حاجه. ايوه اوكي. قول لي. نعم. لو انت بتحب واحده. انا فعلا بحب واحده. لا بجد؟ حتى اسال عم محمد. هو عم محمد ده عارف كل حاجه عنكم كده؟
طبعا ده عم محمد. يا سلام. طيب افرض انك بتحب واحده وصاحبك اللي بتقسم معاه كل حاجه ده بيحب نفس الواحده اللي انت بتحبها. فهمتني؟ ها ايوه. قول لي بقى هتقسموها بينكوا ازاي؟ ايه السؤال يعني؟ امال ايه اللي ومش ما انت مش فاهم حاجه اهو. بقول لك انت بتحب واحده وصاحبك اللي بتقسم معاه كل حاجه بيحب نفس الواحده. يعني واحده بحبها انا وصاحبي؟ أيوة. طب ما نحبها يا فندم. يعني ايه ما نحبها؟ اصل الحب ده مشاعر ملناش يد فيه، يعني هو يحبها وانا احبها ومفيش مشكله عادي كده. نحبها والله. طيب هتحبوها. عايزه تخرج شويه بقى البنت وتتفسح. هنخرجها لازم. هتخرجوها يعني ايه؟ تمشوا انتوا معاها وهي في النص بقى ماشيه كده يعني؟ كل واحد في حته. ننكشها صح؟ ننكشها. بس لازم نخرجها. اسمع ننكشها. ننكشها. ما ننكشها احسن. لا ننكشها. ننكشها. بص حضرتك احنا لازم نخرجها لان هي ممكن تتهمني انا وصاحبي ان احنا بخلة مش قادرين نعزمها مثلا على ليمونادة. ليمونادة؟ اسمها ليمونادة؟ انت بتقرا اللي مكتوب على الازازه وتقوله ليمونادة؟ ايوه يا فندم. طب يا سيدي خرجتوها وعزمتوها على ليمونادة. عايزه تخرج بقى في مكان شعري كده وتبص وتسبل وتحب كده. هنسبل لها كده بقى. هنسبل لها؟ ايوه. طب عادي يا فندم، اصل دي مشاعر ملناش يد فيها. ما انا عارف انها مشاعر ملكوش يد فيها وكل حاجه. هنسيبها تسبل من طرف واحد. طيب خرجتوها وسبلتوا لها وكله بقى تمام. جت في يوم قالت لكم بابا جاب لي عريس مش عارفة اعمل ايه ولازم اتخطب. هنخطبها. هنخطبها؟ طبعا يا فندم، ده احنا حبيناها وسبلنا لها وخرجنا معاها وبعدين نسيبها هي بنات الناس لعبه؟ لا ما يصحش طبعا. احنا جدعان قوي. لا طبعا. امال ايه؟ طيب قول لي هتخطبوها ازاي؟ بالاصول. انهي اصول؟ هندخل الباب من بيته. ندخل البيت من بابه. اهو يبقى في باب وبيته ندخل. لا والله. طيب ودخلتوا الباب من بيته. هتعملوا ايه؟ هقعد انا وصاحبي مع باباها. نعم؟ هنقعد انا وصاحبي مع باباها. وبعدين؟ ونقول له يا عمنا. يا عمنا؟ احنا طالبين ايد بنت حضرتك. ما اعتقدش الراجل هيرفض عشان انا وصاحبي ما نتعيبش يعني. لا طبعا طبعا. مش والبنت معلوم. شريانة. اكيد. اكيد. وابوها كاجوال كده عادي يعني؟ يعني يقول لك والله يا اولاد ما تتعيبوش. أيوة. عادي كده طبعا يا فندم. طيب خليني معاك للاخر. مع حضرتك. ودخلت وخطبتوها يا عم. ايوه خلاص. ركز معايا. مع حضرتك. كاتب الكتاب. لازم نكمل نص ديننا. مظبوط. قول لي بقى. نعم. مين اللي هيكتب الكتاب؟ المأذون. لا والله. هو حضرتك ما عندكش فكرة عن الجواز؟ لا أول مرة أعرف إن المأذون هو اللي بيكتب الكتاب الحقيقة. طب الحمد لله أديك استفدت. ماشي المأذون كتب الكتاب. مين اللي هيمضي على قسيمة الجواز؟ الشهود. لا إيه ده، حضرتك ما حضرتش أفراح قبل كده؟ لا أول مرة أعرف إن المأذون بيكتب الكتاب والشهود بيمضوا على القسيمة والمايو بيتلبس في البحر. معلومات قيمة جدا الحقيقة. الحمد لله انك قعدت معايا الربع ساعة دول. الحمد لله ان هما ربع ساعة. يا ريت تقعد معايا تلات أربع أسابيع. لا مش عايز. أنت ملخبطني خالص. حاضر. طيب هيحصل كده. خلاص المأذون كتب الكتاب والشهود مضوا على القسيمة. أيوه. ليلة الدخلة. ليلة جميلة. أهدي بيه ليلة بقى كلها إيه بقى؟ زغاريط ورقص وطبل وزغط ولغط. زغط ولغط؟ يعني ايه زغط ولغط؟ يعني ليلة كلها زغللة ولطلطة. يا أخي بتقول لي المعاني بطريقة مش معقولة، يعني ايه زغط ولغط؟ يعني زغللة ولطلطة. فهمت أنا. المفروض. ماشي ماشي خلاص. زغط ولغط؟ يعني ليلة الدخلة. زغط ولغط. طيب. في ليلة الدخلة. أيوة. مين اللي أنا وصاحبي. أنت صاحبك إيه؟ ياه إيه؟ طرزانات؟ إيه اللي ياه؟ أنت ما فهمتش السؤال. إيه السؤال؟ في ليلة الدخلة. مالها؟
مين اللي هيدخل؟ عم محمد. ايه؟ عم محمد امال هنسيبه بره كده؟ يا ابني هي مايوه اللي عم محمد. انت عايزنا نسيب المعازيم بره الفرح؟ يا راجل يا ابني انت بتحب واحده وصاحبك بيحب نفس الواحده. بقول يا فندم حضرتك ليه مدوخني؟ انت اللي مدوخني. والله لو حصل كده بجد انا مستعد اتنازل عنها لصاحبي وما اخسروش. تتنازل عنها؟ اه والله يا ابني انت سلبي جدا. انا سلبي؟ طبعا سلبي. ليه؟ طب حد يعمل كده برضه يا فندم؟ اصل احنا افتقدنا دلوقتي معنى الصداقه. مش كده يا حبيبي، غلط. اصل احنا في عصر سيء للعلم. سيء ايه بس؟ انت دماغك بتركبها غلط. طب بص انا هقول لك على حاجه. نعم. انت عارفني كويس. اه انا عزب شديد، صاحب اكبر محطه فضائيه في الشرق الاوسط، واد بقى برضه صايع ولفت الدنيا وكده وغني وكل ونجم كبير. ربنا يزيدك. ماشي يا عم. تفتكر انا عرفت كام واحده في حياتي؟ لا طبعا حضرتك مقطع السمكه وديلها. طيب اديك عارف، قول بقى اضرب اي رقم انت عايزه. يعني تلاقيك عرفت قد واحده. واحده؟ اه ومقطع السمكه وديلها. اه امال لما كنتش مقطع السمكه وديلها كنت عرفت ايه؟ كعب جزمه؟ ما حضرتك متعرفش حاجه عن اتجوزت ما عرفتش ستات ازاي يعني. ايه يا ابني؟ خلاص يا فندم. عرفت ثلاثة اللي عرفتهم في حياتي. ثلاثة؟ امك واختك وخالتك. هما دول اللي انا عرفتهم؟ بالكتير قوي تبقى الدايه اللي ولدتك. دايه؟ احب اقول لك معلومه مهمه جدا بقى. ايه؟ انا امي ما ولدتنيش بدايه. امال ولدتك نهايه؟ ليه مامتك بتعمل حاجات كده؟ الواد دهبل ولا ايه؟ في حد يولد ابنه نهاية برضه؟ نهاية ايه؟ ايه؟ امي ولدتنيش بداية يعني ايه؟ امي ولدتني قيصرية. يا عيني. ايه؟ يا عيني على مامتك. ايه؟ ولدتك قيصرية. اه انا امي ولدتني قيطولية. انا اكتشفت الفرق اللي بيني وبينك. ايه بقى؟ فرق امهات. والله انت امك قيصريه. انت امك قيطوليه. خلي ماما تشد حيلها شويه. شد حيلها تعمل ايه يعني؟ خليها تشرب ليمونيده. هو ده السبب يعني؟ هو ده السر؟ اه. انت عارف انا عرفت كام ست في حياتي؟ كام؟ 300 ست. ولسه عايش؟ اهو قدامك اهو. 299 ست عشنا احلى ايام حياتنا. سافرنا ورحنا وجينا وصينا وعملنا كل اللي في دماغنا. ايه الدلع ده كله؟ اه. رقم 300 بس. مالها؟ هي الوحيدة اللي أثرت فيا. أثرت فيك؟ أثرت فيا. لو أنت كنت أطول من كده. أوعى. حضرتك صعبان عليا أوي. ده أنت اللي صعبان عليا. يعني إيه أثرت فيا؟ كنت طويل يعني إيه؟ يعني قعدت تقول لي بحبك 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 وفي الآخر مشيت معاها كده؟ مش فاهم أنا أنت بتقول إيه؟ أمال عملت إيه؟ أثرت في مشاعري يا ابني. في مشاعرك؟ ايوه. yeah. مش قادر اقول لك حبيتها قد ايه. مين دي يا فندم؟ فاكينام. اسمها ايه؟ فاكينام. اسم جميل ما يتحفظش. لا يتحفظ. وحبيتها. مش قادر اقول لك حبيتها قد ايه. حبيتها من كل قلبي. حبينا بعض حب فظيع. انا كنت لما في الوقت اللي حبيتها فيه يعني كنت على قدي كده وغلبان، ما كنتش عازب شديد زي ما انت شايفني كده. عادي يا فندم. عادي طبعا. بس ساعه لما حسيت ان انا بحبها قوي. ايوه. قلت اتقدم لها. حلو. دخلت الباب من بيته. بس من غير عم محمد. مش مشكلة. رحت لوحدي. قلت لها باكينام تقبلي تتجوزيني؟ كويس. قالت لي انت مين انت؟ ابني مين انت؟ سوء عليك يا ندل يا جبان. يا فندم ده وليه تسمح لها تقول لك انت مين انت؟ ابن مين انت؟ سوء عليك يا ندل يا جبان. تسمح لها ليه يا فندم؟ بلا اسمح ولا نيل بقى. الله يخرب عقلك يا هاني. ايه ده في ايه؟ القرف. ايه؟ تفيت بجد؟ مقرف. خلاص والله العظيم انفعلت شويه. ما تنفعلش في وشي. وبعدين ما تقلقش ده مطهر يعني. ما تستهبلش. والله ياما خدوا مني تفاف. بس بص بص اسكت. انا بكره الحريم. وانا بكره اسرائيل. بتكره اسرائيل؟ وبحب عمرو دياب. لا والله انا سفاح النساء. شهريار؟ اكتر من شهريار. شهر اغسطس؟ شهر اغسطس ايه؟ تحتنتني يا ابني. مش اغسطس ده اكتر من هيار؟ هيار ايه؟
انا عايز اموت كل الستات. تموتهم ليه؟ والرجاله كمان. كمان ومن موقعي هذا بقول لك مفيش حاجه اسمها لا حب ولا صداقه. لا في صداقه. مفيش في صداقه بيني وبين صاحبي مفتاح. بطل ايه دي بقى مش حلوه على المنطقه يعني. يا فندم ده صاحبي. يعني ايه؟ ماليش في الدنيا غيره. اه انا بس اشتقت عليه. مسافر مسافر وبعد عني. ارتاح من خلقتك. الله يسامحك يا بيه. ماشي. انا كل اللي مزعلني اه انيما بعت له جوابات ما ردش عليا. والله ايوه يا فندم بعت له جوابات كتير جدا. انا قلقان عليه. بعت له جوابات كتير قوي يعني فوق ال 10000 جواب. ده انت رزل قوي. فوق ال 10000 جواب وما ردش. خلاص بطز فيه. لا يا فندم والله تلاقيك عبيط. تلاقيك بعت جوابات على عنوان غلط. لا 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 والله تلاقي العنوان غلط. لا والله العنوان سليم. انا متاكد. انا ياما بعت له عليه. متاكد متاكد؟ ايوه. انت بعت له جوابات على ايه؟ لندن الدور الثاني. لندن الدور الثاني. وازاي الحيوان ده ما يردش؟ ده العنوان واضح جدا. لندن الدور الثاني. طب ما يمكن يكون عزل. يكون راح فين؟ لندن الدور الرابع. طب يا فندم ما عندكش حد مسافر؟ ما عنديش ما عنديش. انت هتموتني. اصل انا اشتقت على صاحبي. نفسي اشوف مفتاح. نفسك تشوف مفتاح؟ ايوه قوي قوي جدا. اي ميداليه مفاتيح بص على المفتاح اللي فيها بوسه وحطه في جيبك تاني. حضرتك بتتريق على صاحبي؟ اه بتريق على صاحبي. بتتريق عليا زي ما انت عايز. الا صاحبي ليه يعني؟ لانه صاحبي ده قيمه بالنسبه لي. والله طبعا يا فندم. ايه القيمه بقى؟ ابن ناس ومن عيله ومن اصل. والله طبعا يا فندم. يا ترى الاستاذ مفتاح بقى من عيله مين؟ من عيله كالون باشا. من عيله كالون باشا. اه ده عمه كالون باشا. ما شاء الله. يا ريت تقول لي بقى عمه ده كان كام سكه علشان نعرف بس قيمه العيله يعني. لا الحقيقه انا مش عارف اي حاجه عن عمه غير انه كان عنده 4 عيال. اه رباهم احسن تربيه. ما شاء الله. علمهم احسن تعليم. الله الله الله. 2 طلعوا مهندسين و2 مدينه نصر. شفت يا فندم العائلات والتربيه والتعليم. 2 طلعوا مهندسين و2 مدينه نصر. اه ما شاء الله ما شاء الله. طب يا اخي اتعلم منه وشوف لك عيله تلمك بدل ما انت صايع كده. معلش انا عذرك. انا عذرك. فين؟ عشان مش عارف عيلتي. ايه عيلتك؟ ده انا عيلتي كلها محافظين. عيلتك كلها محافظين؟ انا عمي محافظ في الغربيه. محافظ ايه ده؟ محافظ على صحته. انت هتستقبل؟ يا فندم ده من نوع الوسواس اللي يغسل حاجه 30-40 مره كده قبل ما ياكلها. والله تعرف اللبن؟ اكيد عارفه. كان يقعد يدعك فيه كده تحت الحنفيه. ليه؟ لغايه لما الابيض اللي فيه ده يروح خالص. وبعدين يغليه ويشربه بقى. ما شاء الله. دي كانت صحته هايله. محافظ في الغربيه. والله محافظ في الغربيه. كانت خيبه انت وعيلتك وعمك وكل الناس اللي تعرفهم كلها. انت هتقعد تهزق فيا كده؟ ده انا هبهدلك. ليه يا فندم؟ انت ما انتش عارف انت عامل ايه. ده انا هقطعك. ايه الذل اللي انا فيه ده؟ يا راجل اسكت. معلش مسير اقول قاسى يجي ويخلصني من الذل اللي انا فيه. مسير مين يا اخويا؟ قول قاسى. قول قاسى مين؟ صاحبي مفتيح. هو مفتيح ولا قول قاسى؟ ما هما الاثنين واحد. انا بدلعه بقول له قول قاسى علشان من النوع اللي جسمه متكوك كده وطلع له دماغ قد القول قاسى. والله اه. وبعدين ايه تلاقيه متزفلط كده يتكعور في اي حته ما يهموش. اه ما حدش يعرف يمسكه. اه واد صايع كده ابن حند مش بروته زيك. الله اكبر. يا لا بسم الله ما شاء الله. حضرتك فطن. فطن؟ فطن على ايه؟ مش عرفك ان انا بروتة؟ انت فرحان انك بروتة؟ طبعا. لا يا راجل. طبعا ده بروتة دي حاجة جميلة جدا. ده اسمي منذ الصغر. بروتة؟ اه يعني مش فاهم ايه اللي عاجبك في بروتة يعني. منذ الصغر اكيد كنت كسلان وبيقول لك يا بروتة. لا يا فندم ده اللي يحبني يقول لي يا بروتة. انت عارف يعني ايه بروتة؟ يعني ايه بروتة؟ بروتة يعني واحد ما عندوش طموح وواحد كده كسلان وقاعد بروتة كده كده بروتة ما بيعملش حاجة. مين اللي قال لحضرتك المعلومات دي؟ كلنا عارفين بروتة يعني كده. والله ده انا مكسوف لك. والله مكسوف. انت هتجنني يا ابني. يا فندم بروتة دي حاجة جميلة جدا. بقول لك اسمي منذ الصغر. يلا 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 انت مش عارف يعني ايه بروتة. امشي امشي يا فندم. انت حضرتك اللي مش عارف يعني ايه. طب عرفني يعني ايه بروتة. طب اقول لك بس ما تجيبش سيرة لحد. لا مش هجيب سيرة لحد. اصل انا ممكن اتحسد اتحقد. تتحسد تتحقد؟ اه
لا ما تخافش، ما حدش هيحقدك. طب هقول لك بس يبقى ايه الكلام بيني وبينك. خلاص انا موافق. طب تعالى. اجي فين؟ تعالى ثانيه. ايه ده؟ لا ما انا هقول لك بيني وبينك. طب اوعى. طيب ايوه. لا ليه؟ بقول لك ايه، الدنيا حر ما تقلقنيش. مش شخص. بقول لك ايه؟ لا والله انت هتستاهل. لا ده انا خايف لازم الكلام يبقى بيني وبينك. طب قول كده. لا احسن ممكن تحس اتحقد. انت ايه مجنون النهارده؟ لا معلش معلش يا شيخ. ايه هلا؟ لا عشان خاطر. اوعى. عشان خاطر بقول لك ده انا يعني ايه يا هاني؟ في ايه؟ انت في ايه يا تصابط؟ لا عشان خاطر انت عارف اني بتضايق من كده بقى. ما تضايقنيش. لا والله يا فندم. ايه ده؟ انت مجنون؟ معلش يا ابني اوعى ما تشوف كده. عشان خاطر بقول لك ايه، يا رب يا رب باباك يبقى ظابط يا رب. تعالى بابا يبقى. تعالى استقبل. والله عشان خاطر اوعى. ايه ده انت بتلبس حاجه تخنف قوي؟ ما تقعد عشان خاطر. ما تعصبنيش. وانت ليه عصب؟ ما تعصبنيش. خليك سريلك. يعني ايه خليك من نوع السريلك شيشيشن كده؟ سريلك. اه بس هقول لحضرتك. اتفضل قول. بس ايه عشان انا بس قلقان، الحيطان ليها ودان ومحدش ركب لها حلقان، ودي مشكله. انا هقول لك إيه. لا ما تقلقش هركب لها حلقان. خلاص اتفضل بقى قول لي ايه بقى. بروطه ايه؟ بس ما تجيبش سيره. مش حاجه. اصل انا امي ست عظيم 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 اعظم عظمات الستات. شفت بقى؟ يعني انت مبهدلني البهدله دي كلها عشان تقول لي امي ست عظيم 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 اعظم عظمات الستات؟ طبعا. طب وايه يعني؟ ما احنا كل امهاتنا. لا انا ما جبت سيره امهات تانية، انا بقول امي انا العظيمه. يعني ايه؟ طب خلاص امي انا كمان. انا ما جبت سيره ستات تانية. في ايه بس؟ امي انا العظيمه، مامتي في ريال هي اعظم عظمات الستات. يا سلام، يعني عشان ماما في ريال تبقى اعظم عظمات الستات؟ طبعا لو مش عظيمه ما تبقاش في ريال. امال تبقى ايه؟ تبقى في 10 ساخ في شيلن في فرقه. لا 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 ماما في ريال. امك بتنزل ترن كده في ريال. ست عظيمه. عظيمه الحقيقه. انت ما تعرفش عظمه ماما قد ايه؟ لا ما خلاص عرفنا انها في ريال. انا اقول لك عظمتها تاني برضو. ثانيه واحده ثانيه واحده. اتفضل قول. بس انت ما انتش عارف. لا يعني ماما دي عاديه كده؟ لا عاديه. دي اعظم عظمات دي في ريال. اعظم عظمات الستات. في ايه بقى يعني؟ اقول لي. امي قبل ما تولدني. ايوه. كانت حامل فيا. عظيمه. لا ده بالرسمي. والله يا اهبل رسمي. شفت قبل ما تولدك كانت حامل فيك. بس ما تجيبش سيره لحد. لا مش هجيب سيره. ده سر فظيع. ويعني اللي ويعني ما احنا كل امهاتنا قبل. ايه انا جبت سيره امهات تانية؟ مش بتقول لي ان امك قبل ما تولدك كانت حامل فيك؟ خلاص انا امي يا انا ما جبت سيره ستات تانية. هات لي ست في الدنيا كانت حامل فيا غير امي، مش هتلاقي. والله اتحداك. لا طبعا تكسب في التحدي ده. يعني لو اي ست حامل ماشيه في الشارع اقول لها انت حامل في عادل هتقولي لا؟ شفت يا فندم؟ يا سلام على مامتك في ريال، دي عظيمه 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 اعظم عظمات الستات. بص مش كنت زهقان منك انك بتحضني؟ هنتحر. احضني. تعال يلا. تعال قول. انت فكرك امي زي بقيه الامهات؟ فين؟ ولا مثلا حملها زي بقيه الحملات؟ حملات ايه؟ يعني حملها مختلف؟ طبعا مختلف. في ايه يعني؟ عظيمه. يعني ايه؟ يعني ايه عظيمه؟ يعني كل الستات حامل من بطنها كده؟ امك حامل من رقبتها؟ إيه؟ تقعد رقبتها تكبر 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 وتمشي في الشارع كده بقى، وبعدين تقول تقوم جايباك من ودنها مثلا. ايه اللي حملها مختلف ده؟ ايه يا فندم؟ ده انت غريب قوي اصلا. انت بتقلل ليه من عظمه عظمات امي؟ ما انت بتقول كلام غريب برضو عادي. ايه اللي تكبر تكبر وبعدين هي زرافه. وهي الزرافه حامل من رقبتها يا ابني؟ اسمع ان هي وسيد قشطه بيعملوا حركات مش مظبوطه اليومين دول. لا والله يا فندم امي انا العظيمه. تعالى بس. ايه بس؟ انا هقول لك يا فندم. اتفضل قول. اصل انا امي لما كانت حامل فيا ايوه ما كانش بطنها كبير. امال كانت ايه؟ طويله. طويله؟ لا يا راجل. امال ايه؟ يعني كل الستات بطنها عامله كده؟ ده الستات. ماما بقى بطنها عامله كده. ايوه. لقدام كده. ايوه. امك كانت حامل في مدخنه. والله وانت نايم جوه كده بقى. مش كده؟
صح. هايلة. ولو تخش على زحمة بقى بطنها الطويلة دي. اه. واسع. واسع. ايه ولا. ايه ولا. اكيد حضرتك شفت ماما في الريال. لا شيء متوقع الحقيقة. اه. نهاية. طب قول لي بقى. نعم. ماما بقى اللي حملها مختلف ببطنها الطويلة دي. اه. ها؟ آه. لما كانت بتقعد في البيت بقى يعني كانت بتقعد ازاي؟ يعني ببطنها دي كده. اه اه اه. ماما لما كانت تقعد مثلا على الفوتيل في الصالة. اه. كان لازم نفتح باب الشقة عشان بس ايه؟ لأن الصالة عندنا كنزة شوية يعني. فيها كنزة شوية؟ فيها كنازة. اه. اه فتفتحوا باب الشقة. لازم عشان بطني تاخد راحتها بس. الله. يعني أنت وأخواتك بقى تقول لكم يا أولاد أنا هقعد في الصالة. اه. فتشيلوا بطن ماما بقى، شيلوا قدامي هلا. كده 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 وترمي بره باب الشقه مش كده بيحصل. اه ولو ناس بقى جايين يزوروا الناس اللي فوقيكم. أيوة. طالعين على السلم يلاقوا بطني في ريال يعدوا يقوموا طالعين عادي كده مش كده. اه هاي. بس لازم قبليها نحط فرده كاوتش قبل بطنها. اه عشان ما حدش بس ايه يخبط في بطن ماما. طب زياده حرص بقى بولعوا في الكاوتش ده عشان تبقى باينه. ممكن نبقى نعمل كده حاجه جديد بقى. طيب قول لي بقى. نعم. لما ماما بقى بتقعد كده. اه عايزين بقى نخش في مرحله النوم. النوم. اه لما ماما تحب تنام بقى بطنها الطويله دي بقى. اه بتنام على السرير بقى وتقوم مقلوبه على جنبها كده. لا انا امي ما تنامش على جنبها. انا امي عظيمه تنام على ظهرها وبطنها تبقى طالعه كده. تنام على ظهرها وبطنها لفوق كده. اه في شموخ. والله. طبعا. كانت بتنام فين؟ كانت بتنام في المنور. في المنور. اه عشان البط تاخد راحتها. اه منور مفتوح بقى للسما كده. طبعا. ما شاء الله. آه. تنام بقى كده اهو وبطنها طالعه فوق كده اهو شموخ. آه. وبالليل بقى يخش حرامي على المنور وبعدين عايز يطلع. اه يقوم قافش بطن ماما ويبدا يطلع 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 ويقوم داخل بقى عشان يسرق. طبعا يا فندم. اصل الحقيقه يعني مهما حكيت لك انت تعرف الدكتور لما كان يجي يكشف على ماما. آه. كان يتوتر أكيد. آه ده كان بيتعالج نفسيا بسبب ماما. ده الله يكون في عونه. كان بيكشف عليها وهي نايمة في المنور؟ آه. لا والله. طبعا. آه يعني هتبقى نايمة كده وبطنها طالعة فوق كده. آه. دكتور يطلع بقى فوق السطوح. أيوة. عشان يكشف على ماما. أيوة. يحط إيده بس يا دوبك من فوق السور كده. إيه يا مدام؟ إيه الأخبار يا مدام؟ وأنت واقف جوه كده. هايل والله عظيم عظيم. والله ده الدكتور ده كان بيتعالج نفسيا بشكل غير ده انت عارف اعراض الحمل عند ماما طبعا مختلفه. ليه بقى؟ كل الستات اللي بتبقى حامل تقول لك اه انا حاسه بدوخه. لا ده الستات. امال ماما ايه؟ الدكتور كان يجي يسالنا الست دي بتدوخ؟ اه. نقول له لا. اه كان يعمل ايه؟ يكتب لها على مراجيح. مراجيح؟ اه يكتب المراجيح ويقطع رشتها كده. والله. اه والله. واحنا ناخد ماما. ناخد ماما نوديها الملاهي ندوخها ونرجعها تاني. ما شاء الله. يقول لك ده مهم عشان صحه الجنين. اللي هو انت الجنين يعني. اه امال انا تنين ولا ايه؟ لا ده انت جنين وسيد الجنانين كلها. ده الدكتور قاعد يعالج في ماما يعالج في ماما. آه. لغايه لما جه اليوم التاريخي. ايوه لسه اعرف بقى اليوم التاريخي بقى يوم الولاده. لا. اه يوم الطلق. يوم الطلق؟ هو حضرتك ما سمعتش عن طلق في الريال؟ هو طلق في الريال مشهور قوي كده؟ حضرتك ما قريتش تاريخ؟ لا الحقيقه ما اعرفش ان طلق ماما نزل في التاريخ. طب ما شفتش حدث في مثل هذا اليوم 26/10؟ لا بجد؟ لا ما حصلليش شرف. يا فندم ده انا ام الست الوحيده اللي جالها الطلق بعد الولاده. ايه؟ جالها الطلق بعد الولاده؟ بخمس سنين. وانت كنت فين؟ انا كنت في كيشي وان. يعني انت في المدرسه وماما بتطلق فيك في البيت. اه ما شاء الله يا ست فنان. بقول لك على يوم الولاده. اه نفسي اعرف. ده الدكتور قاعد يولد في ماما يولد في ماما استخدم كل وسائل الولاده اللي في العالم. فشل. فشل؟ طبعا. عمل ايه؟ انتحر. ارتاح. بعدنا جبنا دكاتره كتير عشان تعالج تولد ماما وتعالج. اه انا لا انسى مجهود رجال الاسعاف في اليوم ده. رجال الاسعاف عملوا ايه؟ لا انسى لهم الشكر والجميل. عملوا ايه كل الاسعاف؟ كانوا قاعدين رايحين يشيلوا في الدكاتره، يشيلوا في الدكاتره. خلصتوا على دكاتره البلد؟ يا فندم ده السنه اللي انا اتولدت فيها كليه الطب قبلت من 20%. ما شاء اوكازيون مجاميع في ريال. هايل والله من 20%. والحكومه طلعت بيان ونقابه الاطباء شجبت. اه وامي قالت ايه ده؟ اه انا مش عايز حد يولدني. اه انا هتصرف. عملت ايه بقى؟ عملت كده.
يلا يا عادل. وبعدين نزل عادل. اه والناس قالوا ايه ده؟ اه ده بروتا. والله نسيت ان الموضوع على بروتا. كل ده عشان سألتك يعني ايه بروتا؟ كان يتقطع لساني قبل ما اسأل. يا سلام يا فريال عظيمة. شفت يا فريال عظيمة؟ قالت ايه ده؟ انا مش عايز حد يولدني. قالت انا هتصرف. يلا يا عادل. قام نازل عادل قالوا ايه ده؟ ده بروتا. فجأة عادل عشان يقرفني انا. يقرفك؟ ولا عادل اطلع بره. بره؟ مش هطلع بره. انا اسف. اسف على ايه؟ مش قبل ما اخد حقي. انا بيعجبني فيك قوتك. حقك ايه حقك؟ انا خدمت المحطه الفضائيه بتاعتكم ديت بما فيه الكفايه من حقي بقى اب واطلع للدنيا. امال ايه؟ طبعا بقول لك بيعجبني فيك شجاعتك. ايه حقك اللي انت عايزه يا عادل؟ بصراحه بقى انا عايز العب دور البطوله في الفيلم الجديد اللي انتوا هتنتجوه. والله الفيلم اللي انا هنتجه قلبي دليلي دليلي قصه حياه انور وجدي. عايز تاخد دور البطوله؟ عايز تلعب دور مين ان شاء الله؟ دور انور وجدي. لا والله. ما تنفعش. ليه؟ لان انور وجدي كان شعره ناعم وسايح. انت لا يا فندم يا فندم ده شويه سمنه وقطقوطه قطقوطه خلاص. والله العظيم. خلاص يا عادل اوعدك. متشكر يا فندم. اول ما تخرج من السجن هعمل لك تيست. سجن؟ طبعا سجن. ده انا هقطعك وهبهدلك وداخل عايز اخد حقي. سجن يا فندم؟ يا راجل اتنيل. ليه؟ انا عملت ايه؟ انت عارف اللي اتكلمته في الموبايل من شويه وضرب نفسه بالنار ده عمل ايه؟ عمل ايه؟ خسر القناه الفضائيه بتاعتي 7.5 جنيه. ايه؟ شوف انا ما برحمش. عارف فتحي اللي رميته بره وقال حرمت حرمت؟ أيوة. عارف خسر القناه الفضائيه بتاعتي كام؟ كام يعني؟ 5.5 جنيه. ايه؟ عارف يا عادل انت مخسر القناه الفضائيه بتاعتي كام؟ كام؟ 200,000 جنيه. عالجزمه! ده انا هقطعك يا فندم. خلاص انا مستعد يعني تخصمهم من مرتبي بالتقسيط. مرتب يا شحات؟ انت بتقبض كام اساسا؟ 200 جنيه. يا سلام. اخصم 200,000 جنيه من 200 جنيه تقعد تسدد فيهم 30 سنه. حقي وحقك. جاك كسر حقك. طب خلاص خلاص ولا تزعل نفسك. انا مستعد ارد لك ال 200,000 جنيه على 4 شهور لو حبيت. ايه الفتاكه دي؟ على 4 شهور؟ طب انا موافق. ازاي؟ خلي مرتبي 50,000 جنيه في الشهر. اخرج امشي. انت بتستعبط؟ طب انا اعمل ايه؟ انا مش هتعملهم عليا؟ بقول لك ايه؟ نعم. انت قدامك حل من اتنين. ايه؟ يا السجن يا تعمل اللي هقول لك عليه. انا مستعد لاي حاجه. طيب تعال. نعم. انت بتشتغل ايه في المحطه الفضائيه بتاعتنا؟ مؤلف. مؤلف ايه؟ اغاني ومسلسلات افلام. سيبك من المسلسلات والافلام المضروبه اللي بتكتبها دي. حاضر. خلينا في الاغاني. ايوه. انا عايزك تالف لي اغاني شريط. بس كده؟ لا مش بس كده، لسه في حاجه ثانيه. ايوه. وهدي لك الفرصه انك انت اللي تغنيه. كتر الف خيرك. شفت انا لطيف ازاي؟ لا حضرتك طول عمرك طيب. عندي شرط واحد بقى. اشرط. امر. الاغاني اللي انت بتالفها دي لازم وانت بتالفها تخليها اغاني مسفه. عايزك تبتذل، عايز اغاني هابطه. مستحيل. يعني ايه مستحيل؟ انا بحترم فندي. طز فيك وفنك، فنك ده هيدخلك السجن. هتعمل اغاني هابطه الناس كلها هتشتري الشريط. الناس خلاص ما بقتش عايزه تسمع اغاني حلوه ولا طرب، عايزه اغاني هابطه. والشريط هيبيع كتير جدا، تسدد اللي عليك ويا ضرب ما دخلك شر. فكر قول. ها السجن ولا تعمل كده؟ يعني هو ده اللي هيجيب فلوس؟ هو ده اللي هيجيب فلوس. هو ده اللي بيعجب الناس؟ هو ده اللي بيعجب الناس.